تحديدا للذكرى الأربعين لمسيرة الخضراء. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين سيدي محمد السادس، السلام على المقام العالي لله ورحمته وبركاته. أدام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم. مولاي أمير المؤمنين، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة وفي غمرة السعادة التي يعيشها الشعب المغربي بهذه المناسبة السعيدة، نظمت الطريقة القصيرية يوم الخميس 29 محرم الحرام 1437 هجرية الموافق 12 نوفمبر 2015 ميلادية، ندوة علمية وطنية تحت شعار من المسيرة الخضراء إلى الحكم الذاتي، اليد الممدودة للتعايش والسلم الأبدي. شارك في مقاربتي ومناقشة وتحليل محاورها صفوة من الأساتذة الباحثين المتخصصين في العلوم السياسية والقانونية من داخل المغرب وخارجه، أجمعوا على الإشادة بالدور الفعال الذي يطلع به جلالتكم في الحفاظ على الوحدة الترابية لمملكتكم الشريفة، وما تحقق في عهدكم الظاهر من مشاريع رائدة ومكاسب عظيمة ومنجزات ملموسة في سياق تنمية وتأهيل الوطن الغالي بجهاته المتنوعة المتعددة في إطار الجهوية الموسعة والمتقدمة بكسب رهانات الحاضر والمستقبل، وترسيخ مكانة المغرب دولة عريقة في المجد والسؤدة والتمسك بوحدته الدينية والوطنية من الشمال إلى الصحراء المغربية. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا للملة والدين، ومسح بيد الشفاء منه عليكم من كل علة شفاكم، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي المحبوب المولى الحسن، وأنبته نباتا حسنا، وشد أزركم بشقيقكم المولى الرشيد وسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة وشعبكم الموهوب الوفي، وأمطر شآبيب الرحمة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام صاحب الجلالة الملك محمد الخامس وصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، وأنزلهما منازل الأبرار مع المصطفين الخيار وحسن أولئك رفيقا، والسلام على المقام العالي لله ورحمة الله.